مساء الخير مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، مع حضراتكم من محافظة الشرقية. واللي شهدت في الساعات الأولى من صباح اليوم وقعة محزنة جدا، راح ضحيتها سيدة في العقد السادس من العمر على إيد ابنها في قرية الصوفية التابعة لمركز أمنية صقر هنا في محافظة الشرقية. مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، تفاصيل الواقعة بتعود عندما تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية بلاغ أو برود إشارة من مستشفى أولاد صقر المركزي بوصول جثة سيدة في العقد السادس من العمر اسمها أنصاف. الأجهزة الأمنية على الفور انتقلت لمكان البلاغ، وتبين من خلال التحريات الأجهزة الأمنية أن السيدة توفيت على إيد ابنها في قرية الصوفية في مركز أولاد صقر داخل منزله. كمان تحريات الأجهزة الأمنية نستكمل مع حضراتكم مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، ان تحريات الاجهزه الامنيه كشفت ان اثناء وقوع حدوث مشاده كلاميه بين المتهم والمجني عليها والدته، المتهم دفعها اثناء تشاجرهم مع بعض، ارتطمت راسها بباب حديدي داخل المنزل، على الفور سقطت مغشيا عليها ولفظت انفاسها الاخيره متاثره باصابتها نتيجه الدفعه القويه اللي دفعها عليها ابنها. كمان من خلال التحريات الأجهزة الأمنية كشفت مفاجأة إن المتهم أو ابن المجني عليها مريض نفسي وبيتعالج منذ عدة سنوات داخل إحدى المستشفيات المتخصصة في الأمراض النفسية. وقبل ارتكاب الواقعة بيومين المجني عليها خرجت ابنها المتهم من المستشفى، ووقت ارتكاب الواقعة كان المتهم عايز يخرج خارج المنزل ووالدته تصدت ليه أو حاولت إن هي تمنعه من الخروج فدفعها وارتطمت راسها بالباب الحديدي وسقطت على الأرض مغشين عليها، على الفور لفظت أنفاسها الأخيرة. الأجهزة الأمنية أو النيابة العامة في محافظة الشرقية أمرت بنقل جثة المجني عليها من مستشفى أولاد صقر المركزي لمستشفى الأحرار التعليمي في مدينة الزقازيق، وأمرت كمان بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير بالصفة التشريحية لبيان سبب وفاة المجني عليها. كمان الآن بتباشر الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية التحقيقات مع المتهم وسؤال أسرة المتهم، يعني حتى الآن لم يتم التصريح بدفن جثمان المجني عليها لأن طبعا التقرير انتداب الطب الشرعي او تصريح انتداب الطب الشرعي يعني منذ قليل صدر بتشريح الجثة. يعني مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، بنعيد على حضراتكم من جديد تفاصيل الواقعة المأساوية اللي حصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم في قرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر في محافظة الشرقية. شاب أنهى حياة والدته أثناء تشاجرهم مع بعض داخل منزلهم في قرية الصوفية. الشاب من خلال تحريات الأجهزة الأمنية كشفت أن الشاب بيعاني من مرض نفسي بيتعالج في إحدى المستشفيات الأمراض النفسية في محافظة الشرقية، وقبل الواقعة بيومين خرجت المجني عليها، يعني قررت خروج ابنها من المستشفى
ويوم الواقع اللي هو اليوم او صباح اليوم حصلت مشاجرة بين المتهم والمجني عليها. حصلت مشاجرة بين المجني عليها والمتهم. دفعها المتهم خلال المشاجرة اللي كانت بينهم، ولما دفعها او حدفها ارتطمت راسها بباب حديدي داخل المنزل، سقطت على الارض ولفظت انفاسها الى اخره. تم نقلها لمستشفى اولاد صقر المركزي. بعد كده النيابة العامة قررت نقل الجثة لمستشفى الأحرار التعليمي، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة، وأمرت بدفن الجثة بعد طبعا الانتهاء من إجراءات التشريح. وحتى الآن يتم التحقيق مع المتهم والأسرة داخل في النيابة أولاد صقر في محافظة الشرقية. يعني لما تواصلنا مع جيران المجني عليها قالوا إن ابنها تصرفاته بقاله عدة سنوات مش طبيعية، وإن هو ممكن يحاول إن هو يأذي أي حد أو يأذي نفسه. حاول أكتر من مرة إن هو بعد ما والدته إن هي تدخله مستشفى الأمراض النفسية، كان بيحاول إن هو يخرج من المستشفى أو بيحاول الهروب من المستشفى اللي أودعته فيها والدته. كمان الجيران قالوا ان قبل الواقع بيوم او قبل الواقع بساعات حصلت مشاجرة بين المتهم ووالدته، وخلال المشاجرة اصاب والدته بجروح ودخلت على اسرها مستشفى اولاد صقر المركزي، واخدت فيها عدة غرز او خياطات في الجرح طبعا اللي سببوا ليها ابنها كان قبل ساعات من ارتكابه هذه الجريمة. كمان الجيران قالوا ان هم كانوا دائما يتشاجروا مع بعض المتهم ووالدته بسبب ان هو كان دائما بيهرب من المستشفى، لكن قبل الواقع تحديدا كان يوم الثلاث. بحسب الجيران قالوا ان والدته خرجته من المستشفى يوم الثلاث، ومن يومها وهو كان بيحاول ان هو يخرج خارج المنزل او يطلع بره البيت، فكانت في كل مرة بتحاول تمنعه لحد يوم الواقعة. وقت ما حاولت ان هي تمنعه يوم الواقعة حصلت مشادة جامدة بينهم، او مشادة بينهم كانت قوية. على اسرها دفع المتهم خلال التشاكل ده مع والدته، دفعها فارتطمت راسها بالباب الحديدي في المنزل في قرية الصوفية في مركز اولاد صقر، لفظت على اسرها انفاسها الاخيرة. مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، دي كانت كل تفاصيل الواقعة المأساوية اللي شهدتها محافظة الشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم، طبعا السيدة اللي تسبب ابنها في انهاء حياتها خلال حدوث مشاجرة بينهم. وزي ما قلت لحضراتكم ان كشفت اتحادات الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية ان الشاب مريض نفسي، هو اسمه أحمد في العقد الثاني من العمر. يعني كمان من كلام الجيران معانا قالوا ان الشاب ده او المتهم كان متفوق خلال السنوات الدراسية بتاعته لحد منذ عدة سنوات، يعني طوال فترة سنواته الدراسية من وهو صغير في المرحلة الابتدائية وحتى المرحلة الاعدادية كان قوى العقلية سليمة، كان تصرفاته سليمة جدا، كان شاطر في المدرسة وأثنى عليه المعلمين بتاعه، كان دايما يثنوا عليه وعلى شطارته وعلى ذكائه. لكن منذ عدة سنوات بدأوا يشعروا بتغير في تصرفاته وفي طريقة كلامه وفي طريقة معاملته مع والدته، لحد ما وصل بيه الحال ان هي والدته أودعته في إحدى مستشفيات الأمراض النفسية في محافظة الشرقية. وطبعا حاول كذا مرة ان هو يخرج من المستشفى، وفي كل مرة كانت والدته بتوديه لحد اخر مرة قبل حدوث الواقعة بيومين. بحسب الجيران، جيران المتهم ووالدته قالوا ان هي والدته يوم الثلاث الماضي او قبل الواقعة بيومين تحديدا
طلعته من المستشفى و يعني خليته عندها في البيت، وكان من وقت ما هي طلعته من يوم الثلاث قبل الواقعة بيومين لحد يوم الواقعة كان بيحاول ان هي يخرج، وفي كل مرة كانت بتتصدى ليه ان هو يخرج او كانت بتمنعه من الخروج، لحد طبعا ما حدثت هذه الواقعة البشعة. يعني في الحالات اللي زي دي مشاهدي ومتابعي موقع وجريدة أهل مصر في كل مكان، لو فعلا ثبت ان المتهم مريض نفسي او بيعاني من اي امراض نفسية او ليه ملف بتعالج فيه من مرض نفسي معين، بيتم ايداعه مستشفى امراض نفسية وعقلية. يعني حتى الان دي كانت كل تفاصيل لدينا، وان شاء الله هنطلع حضراتكم على تفاصيل اخرى جديده في الواقعه حضراتكم اول باول باذن الله. اي جديد في الواقعه هنطلع حضراتكم عليه. مشاهدي ومتابعي موقع وجريده اهل مصر في كل مكان، شكرا لمتابعه حضراتكم.